ارتفاع حصيلة قتلى هجوم مسجدي نيوزيلندا ل51 قتيلا، والمتهم يمثل أمام المحكمة. واشنطن تشير إلى عدم وجود جدول زمني لانسحاب قواتها من سوريا. انقسامات حزب الجزائر الحاكم بين رفض خارطة الطريق والتمسك بها. نشرة الأخبار من أكاديمية فوكس الإعلام، أهلا بكم. ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا إلى 51 قتيلا بعد وفاة شخصين متأثرين بأصابتهما. وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية مقتل مواطن ثالث متأثرا بجروحه في الحادثة. كما نعت السفارة السعودية في ولنغتون المواطن محسن محمد الحربي الذي توفى في إصابته في الاعتداء الإرهابي على المسجدين في مدينة كريست تشيرش. قال المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري إنه لا يوجد جدول زمني للانسحاب الأمريكي من سوريا. وأضاف المسؤول الأمريكي أن هناك ما بين 15 و20 ألف من مناصري تنظيم داعش في سوريا والعراق، ومعظمهم خلايا نائمة. أصدر الحزب الحاكم بالجزائر بياناً أكد فيه تمسكه بخارطة الطريق التي أقرها الرئيس بوتفليقة، وفي مقدمتها تنظيم ندوة وطنية لتعديل الدستور. وجاء البيان بعد ساعات من تصريحات للمتحدث باسم الحزب حسين خلدون، اعتبر فيها أنه لا جدوى من تنظيم الندوة الوطنية، ودعا بدلاً من ذلك إلى إجراء انتخابات رئاسية عاجلة تتم الدعوة لها في غضون أسبوع واحد. نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي أبدت استعدادها للاستقالة. أهلا بكم من جديد. قالت وسائل إعلام بريطانية أن رئيسة الوزراء تريزا ماي أبدت استعدادها للاستقالة إذا صوت نواب مؤيدون للخروج من الاتحاد الأوروبي لصالح خطتها للخروج التي رفضها البرلمان مرتين. وتجتمع الحكومة اليوم لبحث آلية عمل البرلمان في التعامل مع ملف بريكست، فيما قال وزير التجارة البريطاني أن الخروج بدون اتفاق وارد. لقيت طفلة عراقية مصرعها من إجراء انهيار منزل في محافظة واسط، بينما أعلنت حالة الطوارئ في المحافظة نتيجة الأمطار والرياح الشديدة. وحذرت خلية الأزمات من تأثر محافظات ديالي وواسط وكركوك وبغداد ومناطق جنوب العراق من أمطار غزيرة قد تنتج عنها السيول. في الختام تذكير بأهم العناوين. ارتفاع حصيلة قتلى هجوم مسجدي نيوزيلندا ل51 قتيلا، والمتهم يمثل أمام المحكمة. واشنطن تشير إلى عدم وجود جدول زمني لانسحاب قواتها من سوريا. انقسامات حزب الجزائر الحاكم بين رفض خارطة الطريق والتمسك بها. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية نشرتنا. للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا focusacademy.tv. وشكرا لكم للمتابعة وإلى اللقاء.